السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيكون معنا فخر العرب لتاني مرة هيشرفنا جوه بطولة مستر أولمبيا. دايما بناخد منه الكلمات الأولى قبل الماتش، وهناخد الكلمات بعد البري جادجينج أو التحكيم السري، وبعد كده هناخد الكلمة الأخيرة وإحنا بنتوجه إن شاء الله على بطولة مسرح أولمبيا. رامي ازي حضرتك؟ اهو اهو علمت الدرس اهو. لا ده ما بيهزرش. الاول انا فرحان جدا ان انت موجود جنبنا هنا زي ما معودنا دايما. سعيد ان انا معاك، وان شاء الله ربنا يجعل وشك دايما حلو علينا ويوفقنا ان شاء الله نسعد الناس اللي في مصر كلها باذن الله يا رب. رامي، ايه الفرق ما بين السنه اللي فاتت والسنه دي؟ حاسس ان دعم الناس اكثر الحمد لله، والمردود اللي انا شفته من الناس خلاني اجتهد اكثر. ما حسيت ان انا كمان عندي ثقه في نفسي زياده، وان ورايا جمهور عظيم جدا. يعني انا طبعا مقدر حبهم وتقديرهم ليا، وان كمان اللعبه كمان زادت شعبيتها الحمد لله من فضل الله، بفضل المجموعه اللي موجوده كلها، مش رامي بس، كوس كواد والتيم بتاعهم القوي. انا مبسوط ان احنا عملنا حاجه جديده في مصر الحمد لله، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن لكل لاعيبه كمال الاجسام في مصر. سؤال، انت شايف توجهات الدوله المصريه للرياضه بحته؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي بيدعم الرياضه، وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي بيدعم الرياضه، عندنا رجال اعمال ابتدوا يدعموا رياضتنا لعب كمال الاجسام. تحب توجه الرساله ازاي بقى المره دي؟ الاول يعني سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ما بيتوناش ابدا ان هو يدعم الرياضة بشكل عام، لأن هو عايز مصر كلها تلعب رياضة، وده كان توجه عام للدولة. يعني وزير الشباب دايما معايا وعلى التليفون معايا، وهو دايما يمكن متحفز أكتر مننا علشان ينجز للرياضة في مصر. يعني احنا في الفترة اللي فاتت عندنا مجموعة رجال أعمال محترمين جدا على رأسهم، طبعا يعني مش بحكم ان انا في نفس التيم، بس بحكم المجهود اللي بيبذله اسلام قرطام، يعني بصراحة مجهود غير عادي، واتمنى من ربنا ان يكون في اكتر من 100 اسلام قرطام موجودين في مصر. مقدرين مجهود كل الناس اللي بتعمله للرياضة المصرية، وان شاء الله يكون الفترة اللي جاية فترة بجد اصدار لكل الرياضات الفردية والجماعية كمان. رامي، في سؤال، يعني انا حاسس ان وطني شوية، احساسك لما دخلت القاعدة بتاعة الجيش المصري ومشيت مع الطابور، احساسك كان عامل ازاي؟ ده احساس ما يتوصفش. انا قلت يعني اليوم ده هو ده من اجمل ايام حياتي، لانه اولا شرف ليا، وشفت قد ايه الناس دي بتبذل مجهود قد ايه للبلد، وكان يوم فعلا انا قلت انه على كل واحد مصري لازم يقضي يوم هناك في القوات المسلحة يشوف المجهود اللي الناس دي بتنزله عشان تحافظ على مصر. انا طبعا كنت سعيد جدا انا معاهم، وان هم كمان بيحتفلوا بيا ومقدرين اللي انا عملته. طبعا مش انا اللي عملته، ربنا من فضله عمله لي الحمد لله، لكن هم كانوا مقدرين ده جدا، وحفاوة غير عادية، وهم يعني بجد هما سند وظهر للشعب المصري، ربنا يحفظهم لينا جميعا، وان شاء الله ربنا يقدرنا كده ونفرحهم برضو ويحتفلوا بينا مرة واثنين، ومش باسم رامي بس، باسم لعيبة كبيرة كتير ان شاء الله. لو رجعنا سريعا بقى للي حصل النهاردة في البريس كونفرنس او المؤتمر الصحفي، ايه الثقة اللي جت دي؟ ايه الطريقة الحلوة دي؟ انت ازاي كنت جامد كده؟ الحمد لله من فضل الله. شوف، هو انا قلت لك يمكن الثقة اللي انا فيها واللي انا حاسس ان انا فيها، الاول من فضل ربنا سبحانه وتعالى عليا، تاني حاجه ان الناس اللي في مصر اعطتني الثقه ان انا اكون بتكلم باسمها، فانا ما بتكلمش باسم رامي خالص، يبقى حتى بعض الوقت اللي انا ببقى مش انا اللي بتكلم، انا بتكلم باسم الشعب المصري، فعلى ده واجب عليا ان انا اكون بادي الواجب اللي عليا 100%. اللي حصل في السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت دي بعد فوز البطل في ارنولد كلاسيك، والمناوشات اللي بتحصل على الانستجرام والسوشيال ميديا عامه، فيسبوك والحاجات دي، بتاثر عليك نفسيا ولا انت شايف نفسك ان انت حامل اللقب وهتفضل محافظ عليه؟ شوف، احنا دي لعبه رياضه، في الاول والاخر الرياضه فيها تنافس، الواحد بيحترم ده جدا، وانا كمان يعني زي ما هم كانوا في يوم من الايام
وزي ما دلوقتي بيعملوا كده انا كنت في يوم من الايام بقول كده، وانا يعني فاهم متفاهم جدا ان هم اللي بيعملوه، ان شاء الله ربنا يوفقهم ويوفقني، واللي احسن هو اللي هيطلع على الستيج ويفوز وياخد اللقب معانا. مش عايزين نطول عشان اللاين اب كبير، انا عايزك تمسك المايك زي كل مره، هتكلم الشعب المصري وهتقول لهم ايه؟ اقول لكم شكرا جدا على دعمكم وكتر خيركم، وانا بجد ممنون ان على المجهود اللي انتوا بتعملوه، دعواتكم واصله لي واحد واحد، والله يعني يمكن ده اللي بيخلينا اجتهد كل يوم زياده عن اليوم اللي قبله. ان شاء الله في الفتره اللي جايه او في اليومين اللي جايين نرجع لكم بحاجه تبسطكم باذن الله، وان شاء الله نفرح الشعب المصري والشعب العربي كله باذن الله وكل المحبين لنا حوالين العالم. اشكرك يا رامي، شكرا جزيلا، شكرا.